مرحبا بكم في قناة إبراهيم فكاي، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت وزارة الشتات الإسرائيلية اليوم الاثنين افتتاح أول مدرسة يهودية في دبي العام المقبل، وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي لتعزيز وضع الجالية اليهودية في الإمارات، وذلك في أعقاب الاتفاق الأخير لإقامة علاقة دبلوماسية كاملة بين إسرائيل والإمارات. وفي يونيو الماضي ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم افتتاح مدرسة تلمودية تعمل بشكل يومي لتدريس تعاليم التوراة لنحو 40 طالبا. وأوضحت وزارة الشتات أن الطلاب في المدرسة الجديدة سيدرسون جميع المواد التعليمية. وفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة، فإنه من المتوقع أن يلتحق 200 تلميذ بالمدرسة في ظل توقعات بتزايد أعداد الجالية اليهودية. وسيتم تنفيذ هذه الخطوة من خلال المنظمة المتحدة التي تعمل نيابة عن وزارة الشتات، شتت الله شملهم، لنشر التعليم اليهودي في جميع أنحاء العالم. وفي سبتمبر الماضي وقعت إسرائيل اتفاقيات مع كل من الإمارات والبحرين لتطبيع العلاقات وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة، والتي يطلق عليها اتفاقيات إبراهام، في خطوة تمثل خروجا كبيرا عن السياسة التي لا تزال تتبعها دول عربية أخرى التي تعهدت بعدم الاعتراف بإسرائيل أبدا حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين. وتشير إحصائيات وزارة الشتات الإسرائيلية إلى أن عدد الجالية اليهودية في الإمارات يبلغ نحو 1000 شخص، ومن المتوقع أن يزداد العدد في السنوات المقبلة في أعقاب إبرام هذه الاتفاقيات.